صمم الإنسان جنة سرية ثم تكفلت بها الطبيعة. مثل هذا المكان حتى يومنا هذا موقعاً حيث يعيش الناس والنبات والحيوانات بترابط وتناغم جنباً إلى جنب، يوماً بعد يوم، سنة بعد سنة. إنه مكان فريد بجماله يتغير بتغيير الفصول، كأنه دوامة لا بداية لها ولا نهاية. بدأت القصة بتفاحة حتى قصة البستان. إن هذه الفاكهة الفاتنة اللذيذة مغرية بكل أشكالها، لذا بدأ الإنسان يزرعها ويحصدها ويساعدها على التكاثر. جرى إنشاء موئل أحيائي غني مع الوقت في قلب أوروبا للحيوانات والنباتات والبشر. وفقاً للتقليد، تنضم العائلة بكاملها للعمل في الحصاد، ينتظرون أسابيع عديدة لقطاف الفاكهة وتصنيفها ومعالجتها. ويقتات سكان البستان الدائمون بما تبقى فيما يتعلق بفئران الحقل. تكون التفاحات الناضجة إضافة قيمة لنظامها الغذائي الاعتيادي الذي يتألف من الأعشاب والبذور. من وقت إلى آخر تتجول الخراف التي ترعى في الحقل حول الأشجار، تجذبها رائحة التفاح أيضاً، لكنها لا تستطيع أن تأكل إلا الفاكهة التي جرى قضمها من قبل. منذ أن بدأت زراعة البساتين التقليدية على مر القرون، زرع الإنسان آلاف الأنواع المختلفة من الفاكهة عبر تلقيم النباتات بعناية. لا تكون الغلال دائماً بهذه الوفرة، إلا أن هذه السنة اختارت دوامة الحياة أن تبتسم للإنسان وللحيوان. لا يحب القنفذ تناول التفاح، لكنه يحاول تذوقها عندما تكون التفاحة ناضجة وحلوة. في الواقع إنه يفضل أن يتغذى على الديدان والحشرات. لا تزعجه الخراف الفضولية أثناء جمعه الأعلاف، فعلى أي حال من المسلح بالأشواك الواخزة؟ بدأ الإنسان يزرع الفاكهة منذ القرون الوسطى. كان المزارعون يختارون المنحدرات والأراضي الأقل خصوبة حول قراهم لزراعة الأشجار. جرى إنشاء غابات شاسعة من الأشجار المثمرة في أماكن عديدة، كما حصل هنا في جنوب ألمانيا، لكن الأشجار المثمرة بهذا الحجم الكبير أصبحت نادرة اليوم. ففي أغلب الأحيان لا يتكفل المزارعون حتى بحصاد الفاكهة، بل يتركونها بكل بساطة على الأرض. لكن هذا الأمر يناسب الحيوانات البرية مع اقتراب موسم الشتاء.
تبدأ الفاكهة التي أسقطها الرياح على الأرض بالتحلل ببطء وتعود إلى الطبيعة في شكل معادن، وهذا كله جزء من دورة الحياة العظيمة. تنبعث الحرارة من الفاكهة عندما تفسد وتتعفن، ما يجعلها تبدو متوهجة تحت التصوير الحراري. يبدو أن الفئران تستمتع بالفاكهة المتخمرة وتجعلها حرارة أجسامها التي تبلغ 37 درجة مئوية أكثر توهجاً من التفاحات المتحللة. تجذب الروائح القوية والحلوة الفراشات وغيرها من الحشرات. تغذي فراشات الأدميرال نفسها بذلك العصير المخمر، وهي فراشة مهاجرة تطير مسافات مئات الكيلومترات جنوباً في الخريف. عندما تنطلق الأدميرال تبدأ الجولة التالية في رقصة المواسم في البستان. مع انتهاء فترة الحصاد تبدأ الشمس بالغياب في وقت أبكر. عندما يرتفع الضباب في الصباح يرتدي البستان حلة جديدة. أصبح الآن غنياً بالألوان، من أوراق أشجار الكرز البرتقالية اللامعة إلى أوراق أشجار الإيجاص الحمراء والصفراء. تلك الأشجار بألوانها الزاهية عنوان لهذا التنوع الرائع. تسقط أوراق الأشجار عندما تبدأ موجة الصقيع الأولى، فصل الشتاء على الأبواب. حان الآن وقت تخزين الطعام، ويتقن خازن البندق هذا الفن بمهارة، فهو يحشو شجرة كاملة بالبذور والحبوب وبقطع من البندق. تقدم هذه الأشجار القديمة بلحائها المتجعد الكثير من الأماكن الجيدة للاختباء. ويغلق هذا العصفور كل مخبأ يخزن فيه طعامه لحمايته من السرقة. لا يهدر أي شيء في البستان. بالرغم من أن بعض الطيور تخزن أكثر مما يمكنها أن تأكله. يكفي شق صغير لفتحها. ولكن لا، فهذا صعب جداً. على عكس السناجب وخازن البندق، لا يعد نقار الخشب الأخضر أي مؤونة للشتاء، فهو يقتات طيلة السنة على نحو شبه حصري بالنمل. الجوز مثالي للتخزين في الشتاء، ولكن يجب في البداية إزالة بقايا القشرة القديمة. لا تخزن سوى حبات الجوز النظيفة.
ينمو الطعام المفضل للسنجابي في كل بستان مختلط تقريباً، فأشجار الجوز قوية وغير متطلبة من حيث العناية. يفتح كل هذا الجهد الذي يبذله السنجاب شهيته، وهو يحتاج إلى أن يتقوى على نحو ضروري بين الحين والآخر. ثلثا حبات الجوز عبارة عن دهون، ما يسكت جوع السنجاب بسرعة. وكالعادة تجد البقايا لا محالة طريقها لملء بعض البطون. يحل الخريف وسط جو من الصقيع والبرد، تجذب نباتات القراص اللاذعة التي تنمو في الأقسام البرية من الحقل عصافير الدور. تتحول هذه العصافير على غرار معظم الطيور التي تبقى في أوروبا في فصل الشتاء. حالما تتساقط حبات الثلج تزداد صعوبة العثور على الطعام بالنسبة إلى الكثير من الحيوانات، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى خازن الجوز، فقد أخذ احتياطاته وبدأ الجهد الكبير الذي بذله لجمع الطعام يؤتي ثماره. إنه يدافع عن ثلاجته الثمينة بكل ما أوتي من قوة، فعلى كل حال المسألة مسألة حياة أو موت، فهو لا يسمح لأحد بالدنو كثيراً من شجرته. نقار الخشب الكبير هو الوحيد الذي يستطيع تعقبه. البستان التقليدي عبارة عن أرض مزروعة مهمة جداً من الناحية البيئية، وهي تحتضن الكثير من الحيوانات والنباتات البرية، ولكن يجب الاعتناء به جيداً حتى ينتج غلالاً. والوقت الأنسب لتقليم الأشجار المثمرة هو فصل الشتاء، عندما لا تحمل أي ثمار. الأغصان المقطوعة مفيدة جداً عندما لا يتوافر الكثير من الطعام، فاللحاء والبراعم تحتوي على مغذيات مهمة تمثل مؤونة مثالية لليحمور الأوروبي في طريقه. ويحتوي البستان على الكثير من الأشياء الإضافية التي يقدمها في الشتاء، فالغصينات الخارجية تحمل طعاماً مجمد من ثمار الإجاص أو التفاح التي بقيت بعيدة عن تناول الحصادين. سمنة الحقول طائر يستفيد من هذا الغذاء عندما يأتي من الشمال ليقضي فصل الشتاء. نادراً ما يخرج الفأر من مخبئه المكسوة بالثلج أثناء اليوم. فالجو بارد والمكان محفوف بالمخاطر في الخارج، لكن الفئران لا تكون بأمان حتى تحت غطائها الثلجي، حيث أن الثعلب يستطيع أن يسمع حفيفها في الأرجاء بفضل حاسة السمع القوية لديه.
أما أن يتمكن من التقاطها فعلياً فتلك قصة أخرى. فالشتاء يطول في بعض الأعوام، وقد لا تكون أشعة الشمس قوية بما يكفي لإذابة الثلوج قبل شهر مارس. أصبحت الآن الدروب التي سلكتها الفئران تحت الثلج ظاهرة ومكشوفة. بعدما حرمت الفئران غطائها، بدأت البحث عن ملجأ في الحفر الواسعة تحت الأرض. تحب الفئران أكل الأعشاب، وتلك النباتات الخضراء النضرة مغرية جداً. ولكن حذاري، فالققوم عدو لا يرحم، طعامه المفضل هو الفئران، وجسمه رفيع جداً لدرجة أنه يستطيع أن يدخل في الأنفاق التي تحفرها الفئران. لا يزال الثلج يغطي المكان، لكن علامات ألوان الصيف المستقبلية بدأت تظهر على رأسه. مع حلول الطقس الدافئ، تستعيد الطبيعة أصواتها وحيويتها، فالبستان موطن لفصائل عديدة من الطيور. يصدر الزرزر صرخة حادة لشريكته. نقار الخشب الأخضر بمثابة نجار الحقول، تمثل الأجزاء المتعفنة من الأشجار القديمة سطوحاً مثالية لحفر التجويفات، فيتضاءل موئل هذا الطائر مع فقدان كل شجرة مثمرة. بعد نجاحه في المغازلة، يحتاج الزرزور الآن إلى منزل، لكن هذا المنزل مشغول. أما القرقف الكبير من جهة أخرى فقد عثر على شريكته، وخازن البندق مشغول في التخطيط لعائلته. ومنزله فهو يحتاج إلى الطين الرطب، كما أن العش يحتاج لبعض الترميم قبل أن تنتقل العائلة لتعيش فيه. لقد اختار تجويفة نقار خشب قديمة لتفقيس الصغار، لكن المدخل كبير جداً. كافة الحيوانات تستطيع أن تجد مكاناً تعشش فيه في البستان. لهذا السبب البستان مليء بالطيور التي تضع بيضها في الكهوف على غرار القرقف الأزرق. لا يزال بمقدور السنجاب أن يأكل من المؤونة التي خزنها في الشتاء، وذلك إن استطاع العثور عليها. من بين أولى الأزهار التي نجدها في الحقل هناك شقار الظل، فهي تؤمن الغذاء للحشرات. لا تزال الأشجار خالية من الفاكهة، لكن براعمها بدأت تنتفخ وتتفتح بسرعة. حان الوقت كي يعد السنجاب لنفسه بعض الطعام الطازج. البراعم غنية بالبروتينات ومغذية جداً. لقد سئم القرقف الكبير أيضاً من نظامه الغذائي الشتوي المؤلف من الحبوب، وأصبح بإمكانه التقاط الحشرات من جديد. عندما تبدأ براعم الكرز بالتفتح، يكون هذا الأمر إشارة أكيدة إلى حلول الربيع. سواء أكانت البراعم براعم كرز أو خوخ،
أو التفاح أو الإجاص، تعد هذه البراعم الوافرة بحصاد غني. لا يهتم القرقف الأزرق برحيق الأزهار، بل يبحث عن يرقات فراشات الشتاء، وهي آفات تنتشر في كؤوس البراعم المتفتحة. أما فيما يتعلق بالنحل، فهذا الوقت هو ذروة حصادها الذي تعثر فيه على الكمية الأكبر من لقاح الأزهار. تمثل هذه البساتين التي زرعها الإنسان جنة حقيقية بالنسبة للنحل. تدخلها مهم جداً، فبدونها لا نحصل على العسل أو الفاكهة، فالبراعم تلقح عندما تجمع النحلات اللقاح، ما يسمح بنمو الفاكهة، وهذه هي الطريقة الطبيعية الوحيدة لحصول الإنسان على الفاكهة. تتفتح كميات هائلة من البراعم كل سنة، تتفتح أحياناً في وقت مبكر وأحياناً أخرى في وقت متأخر، أو تتفتح كلها في الوقت نفسه، فهذا كله يعتمد على الطقس. يحب العاصوق أن يمضي وقته في البستان، فعلى كل حال هي مليئة بالفئران. والفئران وجبة العاصوق المفضلة. عندما يكبر هذا الثعلب الصغير، سيصطاد الفئران أيضاً. فمع انتظار كل هذه الأعداء للوثب والهجوم، يبدو خيار القبض على الطريدة وأخذها إلى الجحر الخيار الأكثر حكمة. في مايو تعود الطيور خطاف الذباب من أحيائها الشتوية في أفريقيا. ليس لدى الطيور المتأخرة أي وقت لإضاعته، فالذكر يعلن بصوت عال عن مكان بناء عشه وبالطبع عن نفسه. حالماً يجذب إحدى الإناث حتى تبدأ هذه الأخيرة مباشرة ببناء العش. ففي هذا الوقت المتأخر من الموسم تكون أفضل الأماكن لبناء العش قد أخذت. هذا الزوج محظوظ، فخطاف الذباب لا يقلق كثيراً بشأن هذا الأمر. تمثل البساتين المائلة المثالية لطيور خطاف الذباب، فهي تحتوي على أماكن كثيرة لبناء الأعشاش وكمية وافرة من الحشرات المغذية. المروج مستخدمة بشكل كبير، وترعى فيها الخراف في أغلب الأحيان. الأجواء فوق قمم الأشجار متنازع عليها بشدة. فالباشق الأوراسي وحوام السهول والعاسوق أو الحدأة جميعها تطالب بالموقع لنفسها، والغربان المشاركة في القتال تتحارب باستمرار مع الطيور الجارحة. تمثل الطيور الجارحة تهديداً مميتاً على الأرض. لا يزال بإمكان الطيور العاسوق الحصول على صيد ثمين. تتكاثر فئران الحقل وقوارض المياه وقوارض الأخرى في الغالب بوفرة في فصل الربيع.
إن اللحاء القاسي على الأشجار المعمرة مثالي للحيوانات الفروية التي تستخدمه لمساعدتها على إزالة كساء الشتاء عنها. الثعالب والأرانب البرية تزور أيضاً البستان على نحو متواتر. تبقى البراعم الوافرة على الأشجار المثمرة لبضعة أسابيع فقط. إن كان الطقس جيداً والنحلات مجتهدة، ستبدأ الفاكهة بالنمو الآن. لا تزال كل النباتات تتفتح تحت الأشجار، فالهندباء وشقائق النعمان تنمو بالشكل الأفضل في الحقول المخصبة. أما في المناطق الأقل خصوبة، فيوجد تنوع أكبر من الفصائل، لكن عدد المراعي أصبح ضئيلاً. ففي وسط هذه الغابة الكثيفة من الأعشاب، يتعايش النمل والأرفت في تكافل توافقي. تتغذى الأرفت من عصائر النباتات التي تحتوي على كمية عالية من السكر وكميات ضئيلة من البروتينات المفيدة. تفرز الكميات الفائضة من السكر على شكل سائل. يحب النمل هذا السائل المسمى المن. في المقابل، يقوم النمل قملة النباتات من الحيوانات المفترسة. تمثل الخنافس كابوساً لقمل النباتات. فبمقدور خنفساء واحدة أن تستهلك حوالي 50 قملة يومياً. إلا إن اكتشفها النمل أولاً وطردها بعيداً. يتغذى النمل الحفار الأسود البراق أيضاً شبه حصرياً على المن الذي يفرزه قمل النباتات المنتج. تؤمن الأشجار المثمرة المعمرة المتعفنة مقراً مثالياً لها. تحفر النملة العاملة ثقوباً في الخشب وتبني أعشاشها بداخلها. تتسرب الحشرات المجنحة في بداية فصل الصيف خارج حجرتها، وغايتها الوحيدة ضمان تكاثر فصيلتها. بالنسبة إلى نقار الخشب المرقة الكبير، تقدم النملات المزدحمة فرصة مثالية ليملأ معدته بدون أن يبذل أي جهد. يغطي قائمتيه جلد سميك جداً، يحميه هذا الجلد من لسعات الحشرات. تشهد مجموعة الخنفساء الكبيرة تكاثراً كل 4 سنوات تقريباً. تأكل الخنفساء على مدى أسابيع عديدة الأوراق المتساقطة من الأشجار قبل أن يبدأ الذكور بالبحث عن إناث للتزاوج. قد تستغرق عملية التزاوج عدة ساعات، وقد تتطلب مهارات ابتكارية هائلة. إنها تطير أساساً في شهري مايو ويونيو، وهو وقت مثالي لإطعام الطيور وعائلاتها، فهي تحتاج على نحو أكبر في هذا الوقت إلى الطعام. بالنسبة إلى طيور نقار الخشب، تمثل الخنفساء الثمينة وجبة مثالية. أما خازنات البندق الصغيرة، فلا تستطيع أن تتعامل مع هذه الحشرات الكبيرة الطنانة. إذن كي يتمكن الصغار من أكل هذه الحشرة، يقوم الوالدان بسحقها. حاول من جديد. لا، لا تتلائم، تحتاج إلى المزيد من السحق. هكذا، رائع.
تسمع في الحقول السفلية أصوات من نوع مختلف. تعلن الجنادب الذكور بأصواتها العالية والواضحة جاهزيتها للتزاوج. تحتوي الأعشاب الكثيفة في الحقل على أنواع مختلفة من الجنادب، لذا ليس من السهل عليها إيجاد الشريك المناسب، وعملية البحث محفوفة بالمخاطر أيضاً. ينسج العنكبوت الدبور شباكه بين الأعشاب، اختصاصه الجنادب. فوثبة طائشة واحدة تكفي لنهاية محتومة لها. ينذر هذا الصوت الحيوانات التي تعيش في الحقل بالخطر. بدأت عملية الجز الأولى في هذا الموسم، فالعلف الطازج العطر هو الوجبة المفضلة للماشية في الإسطبلات. بعد قضاء صغار خازن البندق 20 يوماً في ذلك التجويف المزدحم حيث نشأت، أصبحت هذه الأخيرة متشوقة لمغادرة سجنها الداكن. يستمر الوالدان في إطعام صغارهما لبضعة أيام خارج العش. هذا أمر جيد أيضاً لأنها لم تكتسب بعد مهارة تسلق الأشجار. لكن صغار خازنات البندق ستتمكن قريباً مع قليل من التمرين من اصطياد الحشرات واليرقات بنفسها. يتألف نظام حفار الخشب الأخضر الغذائي على نحو شبه حصري من النمل. عند الانتهاء من جز الحقول يصبح من السهل جداً العثور على أعشاشها على الأرض. أما الطيور الجارحة فتحلق في الأجواء بحثاً عن طريدة. يمكنه أن يصرخ كما يحلو له، ولكن بدون فائدة. عليه فقط أن يحترس جيداً أثناء عمله حتى لا تنقض عليه هذه الطيور فجأة من فوق. لقد حفر مكاناً يضع فيه صغاره في شجرة كرز معمرة. يحتاج الصغار على غرار كافة صغار الطيور أيضاً إلى كمية كبيرة من الطعام، فهي تحتاج إلى تزويدها على نحو مستمر بهاريس النمل. إنه موسم تكاثر وتفتح البراعم ونضج الفاكهة وجز العشب والحصاد. يتكرر إيقاع الطبيعة نفسه في كل سنة. الثمار الأولى التي تنضج في هذا البستان التقليدي المختلط هي الكرز. قد تكون حلوة ولذيذة، لكن حصادها ليس بالمهمة السهلة. يتطلب حصاد هذه الفاكهة الدقيقة الكثير من الوقت والجهد، فعلى المزارع أن يقطف كل حبة كرز بيده بتأنٍ.
أما الآن فقد انطلق سباق التنافس عليها، فكافة المخلوقات ولا سيما الطيور تحب هذه الثمار الحلوة تماماً كالبشر. ربما يقدم نقار الخشب التحلية إلى صغاره. الحشرات أيضاً تحب الكرز، فذبابة فاكهة الكرز تتكاثر بسرعة في الصيف وتستطيع أن تنتشر في مناطق برمتها. لديها بعض الطقوس الغريبة في التزاوج. إنها تضع بيضها بطريقة فردية في ثمار الكرز الناضجة. تحمل الأشجار في أغلب السنوات كمية من الثمار تكفي الجميع بل وتزيد. حتى على الأرض توجد الكثير من الفاكهة للحيوانات التي تعيش على الأرض كالفئران. ولكن كما هي الحال في أغلب الأحيان، قد يأتي الخطر من فوق. ينمو بيض ذبابة فاكهة الكرز خلال بضعة أيام ويتحول إلى يرقات. تحتمي هذه الأخيرة جيداً داخل الفاكهة وتستطيع أن تأكل منها على قدر ما يحلو لها. يعود الفأر بسرعة عن خوفه، فرائحة الكرز مغرية. إنه لا يأبه لليرقات الموجودة داخل الثمرة، بل على العكس، قد تمثل يرقة ذبابة فاكهة الكرز طبقاً إضافياً على وجبة الفأر. على البشر أن يسارعوا قدر الإمكان إلى حصاد الكرز في ظل هذه المنافسة الشديدة. العمل في هذه الأشجار الطويلة ليس متعباً فحسب، بل خطير أيضاً. إنها مجازفة عالية لم يعد الكثيرون مستعدين لخوضها. يقترب فصل الصيف لا محالة من ذروته. ففي بعض السنوات يكون ظهوره مأساوياً. عندما يكون الجو حاراً ترتفع الرطوبة في فترة ما بعد الظهر، فتتشكل غيوم شاهقة في السماء. إنها تنذر بعواصف صيفية عنيفة مصحوبة بالرياح وبالأمطار. تطلق العواصف في أغلب الأحيان قواها الهائلة بين ليلة وضحاها. أما في الصباح فتخف قوة العاصفة تدريجياً وتجفف الشمس آخر قطرات المطر الباقية، وتعود الحرارة لترتفع بشدة عند الظهر من جديد. تبحث النحلات بدل بحثها عن رحيق الأزهار عن برق الصغيرة الباقية في أغلب الأحيان. Thank you.
هنا تروي عطشها وتجمع المياه لصغارها. تستخدم المياه كذلك لترطيب خلاياها. إن كانت درجات الحرارة داخل الخلية مرتفعة جداً، ترفرف العاملات الإناث أجنحتها لإنشاء نسيم عليل، إنه يبخر الرطوبة، ما يعطي المكان بعض البرودة. إنه نظام التبريد الخاص بالنحل. على طول أطراف الحقل في البقع الرطبة تزهر أزهار لوسترايف الأرجوانية في ذروة فصل الصيف. تمثل هذه الأزهار بالنسبة إلى الفراشات على مثال الأدميرال الأحمر وفراشة المروج البنية مصدراً مهماً للرحيق، بالإضافة إلى أزهار الأخيليا التي أصبحت شعبية وتجذب الكثير من الحشرات. الفراشة الخطافية الذيل هي من دون شك من أجمل أنواع الفراشات. تتغذى من براعم نفل المروج التي تمثل وجبتها المفضلة. بدأت الآن كافة النباتات تتفتح والفاكهة تنضج في الوقت نفسه تقريباً. تقدم المروج مجموعة واسعة متنوعة من الطعام المغذي، تمثل الأعشاب المرتفعة أيضاً مكاناً جيداً للاختباء بالنسبة إلى الظبية الأم وصغيرها الخشف، فهي تشعر بالأمان هنا ليلاً. أما عند شروق الشمس فيتغير عالم البستان. لا تعود الأعشاب المرتفعة آمنة لمدة طويلة. يحصد المزارعون الأعشاب الناضجة، فهي تمثل تبناً مغذياً جداً لماشيتهم. لهذا السبب ينتظرون حتى أواخر الصيف لجزها. يقوم الصيادون وأحياناً أيضاً المزارعون قبل أن تبدأ عملية الجز بعبور الحقل لطرد الحيوانات. لكن مهمتهم لا تتكلل دائماً بالنجاح. فهذا الخشف لم ينجو من مصيره المحتوم. ها هي طيور الغراب تتجمع لتملأ معدتها. لكن الظبية ترفض أن تستسلم. فهي تدافع عن صغيرها الميت لساعات، وتطرد كل من تسول له نفسه الاقتراب منه. تمثل الجيفة وجبة لذيذة بالنسبة إلى الحدائق أيضاً، ولكن طالما أن الظبية الأم تقف للحراسة عليها أن تنتظر.
تنمو أشجار الجوز عادة عند طرف الحقل، فلا ينمو الكثير في ظلها. إنها الأشجار المفضلة بالنسبة للسناجب. والويل لكل من يحاول أن يتدخل، سيتلقى توبيخاً حاداً لا تقوم به إلا السناجب. نقار الخشب هو الوحيد إلى جانب السناجب الذي يستطيع أن يفتح ثمرة الجوز وهي لا تزال خضراء. يجني القرقف وغيره من الطيور المنافع. تستمر هذه الأخيرة في حفر الثقوب التي صنعها نقار الخشب. ويمكنها حتى أن تستمتع أيضاً باللب الكثير العصارة لثمار الجوز غير الناضجة. بعد جز العشب، أصبحت مطاردة الثعلب لفريسته أكثر سهولة. تقدم أكوام تبن للفئران غطاءً جيداً، لكن الثعلب يستطيع أن يشم رائحتها ويسمع صوتها. كما يستطيع أن يحفر، ما يعني أن نجاح مهمته وشيك جداً. حان وقت حصاد التبن في كافة البساتين. يجف العشب المغذي في الطقس الصيفي الدافئ جيداً، فتؤمن مؤونة الشتاء للخيول والأبقار. بالرغم من قطع الأعشاب، تبقى للخراف طرقها الخاصة للعثور على الطعام. إلا أن الوصول للإجاصات الموجودة على الأشجار يتطلب عملاً جماعياً. يعود البستان في أواخر الصيف إلى هويته الأساسية وسبب زراعته منذ البداية، فتنضج ثمار الخوخ وخوخ الميرابيل والإجاص بتنسيق تام فيما بينها. يصعب على النحلات العثور على أي رحيق براعم الآن، فتضطر لتلبية حاجاتها من الطاقة في الفاكهة الناضجة. لا تلبي الثمار الحاجات الغذائية للنحل إلا إن تخطى محتواها من السكر نسبة 50%، فيزداد طلبها على إجاص الكمثري لأنه حلو وعطري جداً. ليست هذه الفاكهة وجبة لذيذة للبشر فقط، تغني هذه الفاكهة التي تسقط عن الأشجار والتي تحبها النحلات النظام الغذائي لكافة الحيوانات القاطنة في البستان كل سنة. وهكذا تختتم دائرة الفصول بالكامل. منذ زمن بعيد، عندما كان من الصعب العثور على الفاكهة الحلوة، قرر الإنسان إنشاء بستان للفاكهة يثمر له حصاداً ثميناً.
يمثل البستان مكاناً مفعماً بالحياة طيلة أيام السنة. أنشأ الإنسان جنة سرية مما وهبته الطبيعة إياه. مكان فريد بجماله يتغير مع الفصول. وتستمر دوامة الحياة.